اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المجد الوطن، وما زلنا مستمرين عبر هذه المنجزات الوطنيه الرائعه عبر مختلف قطاعاتها. نفذت اكبر مبادره على مستوى المملكه بين وزاره العمل وبطاقه الرعايه الصحيه لتقديم هذه البطاقه، بطاقه الرعايه الصحيه، هديه مدى الحياه لمليون مستفيد من الايتام وذوي الاعاقه التابعين لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. حول هذا الحديث وغيره سوف نستضيف نحن وإياكم المستشار العام في الرعاية الصحية الدكتور فرج الشاهين. أهلا ومرحبا بك دكتور. الله يحييكم، تشرفنا فيكم، تشرفنا في كل مشاهدي قناة المجد. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم مفاتيح للخير ومفاتيح لكل ما يخدم المواطن والمقيم والزائر في هذه البلاد الطيبة. فرج الله همومكم مثل ما فرجت هموم الأيتام بهذه المشاركة البسيطة. الله يبارك في عمرك، وكلكم لكم نفس المساهمة، كل من يوصل هذه الرسالة للناس شركة. نعم. احنا نسأل الله عز وجل أن يكتب له لنا وله نفس الأجر بإذن الله. طيب نعم، تفضل دكتور. نحن نريد أن نتحدث نحن وإياك عن أولا ما هي الرعاية الصحية؟ عرفنا فيها. الرعاية الصحية هي مبادرة من أساسها في عام 2007، كانت فكرة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في منطقة الرياض. 2009 أنجزت هذه الفكرة بفضل الله عز وجل، وبدأنا نعمل لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة فقط، وتمنح البطاقة بدون مقابل مدى الحياة. واستمر هذا العمل لمدة 4 سنوات على هذه الوتيرة. تقدم بطاقة، هذه عمل غير ربحي إطلاقا، تقدم هذه البطاقة لحاملها الكشوفات الطبية والصحية والعلاجية والتجميلية والرياضية والحجامة والعلاج الطبيعي إلى الصيدليات في منطقة الرياض. ممتاز. تطور هذا العمل في 2013 وابتدأ يعني يعم نفعه كل مناطق المملكة بفضل الله عز وجل. اليوم نتكلم عن حوالي 10,000 فرع ما بين مستشفى ومركز صحي ومركز أسنان ومختبر وأشعة ونظارات صيدليات وأندية رياضية وحجامة وعلاج طبيعي وصيدليات في المملكة، زاد أكثر من 70 في البحرين، والتوسع قادم بإذن الله في بلدان أخرى إن شاء الله. جميل. طيب هل ممكن أتعرف أنه وياك على الرعاية الصحية؟ إذا قلنا الرعاية الصحية وش اللي تحتها؟ الرعاية الصحية باختصار هي محاولة رعاية الشخص المريض، هذا الهدف الأساسي. أحسنت. في أموره الصحية والعلاجية والطبية والجراحية والتجميلية، كي نكون وإياه نخفف العبء والضغط على المستشفيات الحكومية ونتجه للقطاع الخاص ونحصل على خدمات أميز لكن بتكاليف قليلة على الناس يستطيعون دفعها وأخذ حقوقهم بأعلى جودة وبأقل تكاليف. يعني أنت مقدم خدمة ولا شريك بين جهات الخدمة؟ نحن منفذين لعمل نعتبره عمل وساطة بين مقدم الخدمة. أيوة. وبين المستفيد من الخدمة. أيوة. لكن الأساس في الموضوع هو أن لا نريد لا جزاء ولا شكورة في هذا الجانب. جميل. طيب دكتور الآن أنتم مركزين على أصحاب ذوي الإعاقة والأيتام. على الأيتام، على من الجهات اللي أيضا اللي أنتم ذوي الإعاقة، الاحتياجات الخاصة، الأمراض الخطيرة بأنواعها، الصلب اللويحي، الشلل، الصرع، متلازمة داون، إلى السرطانات بأنواعها الله يعافينا، الجلطات بأنواعها، غسيل الكلى. جميل. الكبد الوبائي، كل ما الصم والبكم والمكفوفين، كل هؤلاء الناس يحصلون على هذه البطاقة مدى الحياة بدون مقابل. مدى الحياة بدون مقابل أيا كان، إن كان مواطن ولا مقيم ولا زائر، ما دام بين ظهرانينا فمن حقه يحصل على هذه الخدمة ما دام موجود، وما دام يعاني من هذا المرض فهو سيحصل عليها دائما. كم الأرقام اللي أنتم حققتوها؟ يعني عطني إنجازاتك خلني أسمع. بالنسبة لما قبل وزارة العمل كان شيء، وما بعد وزارة العمل شيء آخر. ما قبل وزارة العمل خلال 10 سنوات وحوالي 7 شهور كان العدد 1,314,000 مستفيد مدى الحياة بدون مقابل من هذه الفئات اللي ذكرناها. طيب بعد وزارة العمل أضفنا 1,000,000 آخر. ما شاء الله. نحن ووزارة العمل، وللأمانة كان لفرع الرياض في هذا الجانب مبادرة قوية ومساندة قوية في سبيل نصل نحن وإياهم إلى خدمة هؤلاء الناس، وستفتح كل المراكز المساندة على مستوى المملكة اللي هي تقريبا حوالي 32 فرع، ستقدم هذه البطاقة من خلال هذه الفروع لكل من يحتاجها وبأسهل وأبسط الأشياء على الناس بإذن الله. يعني نفهم يا دكتور أن هذا الرعاية الصحية هي أصلا ممكن تكون تمارس الجانب الوقفي، يعني أنتم عندكم برنامج الاستدامة أو التنمية هو لصالح العمل الإنساني، أنتم كمؤسسة وقفية ولا لا اللي فهمته؟ يعني إحنا نقول يعني ما لكم في الجانب الربحي أبدا. إحنا دائما نجير إن حصل شيء
مردود مالي من عملنا فيجير لتوسيع هذا العمل سواء على مستوى المملكة أو خارج المملكة. أشبه من المسار الوقفي. بالضبط. جانب المسؤولية الاجتماعية نقولها. ممتاز. طيب دكتور الآن أنا معي البطاقة. نعم. ما معنى نسخة بطاقة؟ إلا فيه. أعطني شوف. إيه نسخة. خل نطلع البطاقة. ترى بناخذها ما أنا مرجينها لك. لا أبشر بس مسجل عليها اسمي. إي ما عليك. حتى ولو. هذه البطاقة بس. الآن. هذه البطاقة. يعني أنا كل الذي عندي يعني معي البطاقة. نعم. كيف أعرف الآن محتوياتها مستشفياتها مستوصفاتها؟ يا سلام. كذا أشوفها ما في. أولاً البطاقة موجود عليها كل معلوماتك الشخصية. هذه معلومات شخصية. معلومات شخصية كاملة. النقطة الثانية عليها باركود زي ما أنت شايف. يقرأ يظهر كل المعلومات. النقطة الأهم أنه يجب أن يكون لديك تطبيق الرعاية الصحية أبليكيشن. من خلال هذا التطبيق تعرف المستشفى ومكانها وشارعها وخدماتها وتخصصاتها وكم أدفع وكم لي وكم علي واللوكيشن. حق المستشفى أو الموقع زائد الهاتف أو الجوال إن بغيت استفسر أو أحجز موعد ما شاء الله. ومحدث بشكل دائم وأي حاجة داخل هذا التطبيق نحن مسؤولين عنه مسؤولية تامة أمام الله عز وجل ثم أمام من يحمل هذه البطاقة سواء يحملها بدون مقابل أو من يحملها برسمها السنوي. طيب يا دكتور أنا دخلت الحين التطبيق وجيت ولقيت والله تخفيض على أو تخفيض على الأسنان 20-30%. نعم. 30% ورحت للمستوصف اللي أنتم ذكرتوه في التطبيق ولما جيت المستشفى قال لا والله ما عندنا لك تخفيض وعالجت او من جانب اخر او من جانب اخر رفع السعر او رفع السعر علي وما ادري ايش دفعت ال 100 ريال المفروض اني ادفع 70-30% لا دفعت 100 ريال جميل وش اسوي انا حجاوب على الشقين يلا عطنا ان رفع السعر اولا المؤمن كيس فضل او بما معنى انا ذاهب الى هذا المركز وبطاقتي في جيبي اسال عن السعر اللي موجود ثم اظهر بطاقتي واطلب الخصم اللي موجود في التطبيق ممتاز. عشان احسب الفرق حيدنا هذا الاستفهام عند الاخرين الآن إن لم أحصل على هذا الخصم إحنا مسؤولين عن كل هللة ممكن تدفعها في هذا الجانب في هذا التوجه في هذا المكان والعهد اللي بيننا وبين من يحمل الرعاية الصحية هو التطبيق الخصم ستحصل عليه إن حصلت عليه مباشر ولا حصلت عليه بإعادة حقك ولن يحصل بإذن الله لأنه خلال 11 سنة حصلنا عملنا بشكل جيد لدينا فرق مراقبة ومتابعة لجودة العمل داخل المستشفيات والمراكز يا سلام رقابة وجودة وتفتيش دائم على المستشفيات والمراكز أيضا في لوحات موجودة داخل الاستقبال في كل في قسم للشكاوى في التطبيق قسم للشكاوى قسم للاستفسارات وقسم للمقترحات أو مقترح مركز أو مقترح خدمة إضافة أي شيء هل حصل الغيت الشراكة بسبب يعني عدم التفاعل على العقد أو شيء خلال تلك الجهة يعني الفترة من الزمن مثلاً نعم ألغينا حوالي 20-30 ممتاز جهة ممتاز وأرسلنا رسائل تبين ونظهر العقد بيننا وبين نعم هذه الجهة وخلت الجمهور بشفافية تامة ونقول لقد أخل في هذا العقد حقوقكم محفوظة راجعونا أو أرسلوا حساباتكم ليعود لكم حقكم غير منقوص حتى من يحملها البطاقة بدون مقابل حقه سيعود له غير منقص بإذن الله. طيب دكتور أنا لو رغبت أني أخذ هذه البطاقة وأحصل عليها نعم. كيف الآن أحصل عليها؟ أتواصل معكم كيف؟ تحصل التطبيق تستطيع التسجيل التطبيق. من خلال التطبيق كل بياناتك ثم تطلبها إلى بيتك التطبيق شو اسمه في الرعاية الصحية الرعاية الصحية الرعاية الصحية ممتاز هذا التطبيق تستطيع من خلال تسجيل بياناتك والعنوان الوطني خلصنا ثم طلب بياناتك أيوة طلب البطاقة لمنزلك أو تقول لا أفضل أجي إلى المكان ودائما نحن نفضل من يأتينا إلى مكاننا لسبب بسيط لأنه كمجتمع نحن قاصرين في الوعي الصحي إحنا حاولنا نشكل لجان نشكل فرق عمل نشكل مدربين أقوياء يساعدون كل من يزورنا على الشرح المفصل والحصول على أعلى الخدمات بأقل التكاليف ما في فيديو تعريفي في الابليكيشن في فيديوهات موشن جرافيك وفيديوهات تعريفية في الكثير من الأشياء جميل. الموجودة اللي يستطيع الإنسان من خلالها طيب. الدخول حتى إلى شراكاتنا مع بعض الوزارات ومع بعض الجهات أو بعض الجمعيات احنا لنا شراكة 127 جمعية نخدمها صار لنا أكثر من 10 سنوات ما شاء الله طيب الدكتور احنا اليوم قبل شوي كنا في التطوع ألا من مبادرة تطوعية صحيح من الرعاية الصحية من الرعاية الصحية المشاركة في هذا البرنامج من الرعاية الصحية في هذا البرنامج احنا نتشرف على مدار السنوات وعلى مدار البرنامج تستطيعون ان تجعلون دائما في كل حلقة خمس بطاقات
على اي سؤال تطرحونه انتم فيما يهم المواطن ولا المقيم، كل من يعيش في بلدنا تستطيعون ان تطرحون اي سؤال، ولكم منا دائما 5 بطاقات في كل برنامج. جميل، تهدونها لمن تحبون ومن تريدون. اما في موضوع حلقتنا هذا اليوم، اي نعم، احنا سنهدي 20 بطاقة ما شاء الله من خلال المسابقة اللي ممكن تعملون عليها. جزاك الله طيب خير. احنا معنا عن التطوع، وهذه الحلقة خاصة ب20 سحب. نؤكد على السؤال مرة أخرى والمشاركة اللي طلبناها، رسالة إلى متطوع عندك 500 ريال مقدمة من الغانم للمسؤولية الاجتماعية، وأيضا عندك 20 بطاقة سوف تكون ل20 بإذن الله تعالى من المشاركين. وكني فهمت على استمرار البرنامج 5 كل حلقة، وكل حلقة معنا 5 بالضبط، اليوم 20. طيب دكتور، ماذا تريد أن تقول في نهاية هذه الفقرة وتؤكد عليه؟ نؤكد على شيء واحد، بما أنه صار عملنا تقريبا غالبيته مع الجمعيات الخيرية والمرضية والمانحة والداعمة والمستفيدة خلال السنوات الماضية، وبما أن ملازمين لوزارة العمل في هذا الجانب، وبأننا نعرف معاناة الجمعيات بشكل دائم، الجمعيات دائما تقوم على الداعمين إن كان من القطاع الخاص أو ما يأتي من الحكومة. اليوم توجه الحكومة في 2030 تقول يا جمعيات كونوا جمعيات منتجة، جمعيات اعتمدوا على أنفسكم، اعتمدوا على أنفسكم، كونوا منتجين في هذا المجتمع بدل أن تكونوا جمعيات رعوية. احنا نقول، وهي تعتبر لأول مرة نصرح بها عن طريق وسيلة إعلامية، نقول لقد أوجدنا الحل بإذن الله تعالى لتكون جميع جمعياتنا في المملكة العربية السعودية هي جمعيات منتجة، جمعيات تنموية، جمعيات مستدامة بإذن الله تعالى من ذاتها لذاتها من خلال برنامج جهزناه، والآن ننطلق فيه في كل مكان، وإن شاء الله ستكون انطلاقته من المدينة المنورة بإذن الله، ونتشرف أن تكون المجد على رأس الموجودين في ذلك اليوم القريب جدا بإذن الله تعالى. بإذن الله. ستصرح عن اليوم ولا باقي شوي؟ لن نصرح عن اليوم حتى يتم تجهيزاته عشان يكون اليوم. الله يوفقكم دكتور، وسعدنا والله بوجودك، وهذا البرنامج على عدد هذه السنوات التي أنتم ما زلتم تشرفون عليه وتديرونه وتقدمون المزيد، هو إضافة وطنية كان البرنامج حريص على إبرازها في مثل هذا اليوم. بعد افتح جوالك الهاشتاج مولع. طيب ولا لازم نقرأ. طيب نقرأ حبتين قبل ما نودع. طيب عشان الوقت آخذ تغريدتين. أمجاد مثلا تقول لكل متطوع أبشر فالله في عون العبد ما كان ما دام العبد في عون أخيه. الأخت رنا تقول التطوع إحسان، وخير التطوع يعكس الإنسانية ويهذب النفس ويشعر المتطوع بأنه جزء من مشاعر الآخرين وحاجاتهم، والمخرج يقول انتهى الوقت. أيها المتطوع بك نتقدم وبك نفخر، أيها الشريك كذلك بك نتطور وبك نفخر، وأيها الضيف بكم نفخر، منجز عظيم. رسالة في فمك تريد أن تقولها، تفضل. نعم، أريد أن نقول لكل من عمل معنا خلال 11 سنة الماضية، شكرا لكم من القلب، لقد عمل معنا الكثير، عمل معنا من كل القطاعات، للأمانة الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، الحمد لله. ومن كل الوزارات ومن كل الأجناس ومن كل من يعيش في هذا الوطن عملوا معنا الكثير، شكرا لكل من عمل معنا بإخلاص، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، وإلى الأمام بإذن الله تعالى في عمل كبير قادم سيثلي صدورنا جميعا داخل المملكة. الله ينفع بك. شكرا لك دكتور فرج، يعطيك العافية وجزاك الله خير. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدين، كنا في ليلة وطنية ماتعة ومتنوعة، نذكركم برسالة إلى متطوع، الجائزة 500 ريال مقدمة من الغانم للمبادرات المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى 20 بطاقة من الرعاية الصحية. شكرا لزميلي الأستاذ عبد الرحمن. كل حلقة 5 بطاقات مخصصة من الآن بإذن الله. يعطيكم العافية، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.